اليوم دور المشرفين الصحيين والمسعفين الصحيين، الغرض من هذه الدورة طبعا الغرض هي كيفية تعامل مع أبنائنا الطلبة داخل امتحانات الشهادة العادية للعام الدراسي 2019-2020. حضور هذه الدورة طبعا حضر ما يقارب عن 75 مشرف صحي ومسعف صحي. حيكون هناك يعني بإذن الله تعالى يعني دورات أيضا في الأيام القادمة لتأكد من كيفية التعامل مع أبنائنا الطلبة، كيفية ارتداء الكمامات، كيفية التعامل التعقيم اليومي داخل القاعات، وإن كيفية خروج الطلبة ودخولهم داخل المؤسسات التعليمية إن شاء الله تعالى. الورشة هي طبعا بدأت بمحاضرة شاملة عن فيروس كورونا، نبذة عامة عن هذا الفيروس وأيضا طرق الانتقال والأعراض، وركزنا كثيرا على طرق الوقاية. وأيضا تخلت الورشة يعني برنامج أو تطبيقات عملية من خلال ورشة عمل حول إجراءات مهمة جدا، يعني خاصة تتعلق بإصحاح اليدين بالطريقة الصحيحة، سواء كان بغسل باستخدام الماء والصابون أو باستخدام الكحول، وأيضا الطريقة الصحيحة في لبس الكمامة.